السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فربنا تبارك وتعالى تفرد بالخلق والاصطفاء والاشتباء والاختيار، فاختار الله عز وجل من خلقه صفوتهم وأفضلهم وخيرهم، ثم ميزهم بخالص فضله وعظيم منه وجزيل عطائه، كما قال الله تعالى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وهؤلاء الصفوة الذي اختارهم الله هم الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه، هم صفوة العباد وخير خلق الله على الإطلاق. اختارهم الله عز وجل لرسالته، ثم اصطفاهم واشتباهم، ثم ميزهم على العالمين، كما قال الله تعالى: وكلا فضلنا على العالمين. وقال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهؤلاء الرسل هم خيار الخليقة وصفوة العباد وقدوة العالمين. جعل الله تبارك وتعالى الإيمان بهم أصلا من أصول الدين وركنا من أركان الدين. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال جل شأنه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وهؤلاء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، الذي الإيمان بهم هو أصل من أصول الدين، يعني الاعتقاد بصدقهم، أن تعتقد أنهم صادقون مصدوقون، أنهم بررة راشدون، وتعتقد أنهم هداة مهديون، تعتقد أنهم من ربهم حقا مبعوثون. بعثهم الله بالرسالة وأيدهم بالحجة والبيان، فبلغوا البلاغ المبين ونصحوا أممهم تمام النصح، فما تركوا من خير إلا دلوا أممهم عليه، ولا شر إلا حذرهم منه. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لم يكن نبي من قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته خير ما يعلم لهم وينذرهم شر ما يعلم لهم. هكذا كانوا صلوات الله وسلامه عليهم، بلغوا الرسالة، أدوا الأمانة، ونصحوا أممهم تمام النصح وأوفاه. وهؤلاء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أمر الله العباد الاقتداء بهم والاهتداء بهديهم. قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال جل في شأنه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. هؤلاء الصفوة صلوات الله وسلامه عليهم اتفقت كلمتهم في الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له جل في علاه، فكلمتهم في الدعوة إلى توحيد الله واحدة من أولهم إلى آخرهم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل في شأنه: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فكلمتهم من أولهم إلى آخرهم متفقة على دين واحد وإيمان واحد وأصول متفقة. وإنما الأعمال والشرائع والتكاليف قد تختلف من نبي إلى آخر، كما قال جل وعلا: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وهؤلاء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم قص الله قصصهم وأخبارهم في كتابه لتكون عبرة لنا. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لذلك أيها الإخوة، حياة الرسل مدرسة للعباد في جميع الأبواب وجميع المجالات، عقيدة وعبادة وأخلاقا. وإنما ضاع أكثر الخلق وتورطوا في أنواع التيه والضلالات بسبب بعدهم عن حياة المرسلين. وصار الناس الآن إذا أرادوا أن يقرأوا في السير والأخبار والقصص ما يقرؤون في سير المرسلين، وإنما يقرؤون في سير قوم لا خلاق لهم.
وهنا تتبدل القيم وتتحول الفطر واختلت الاعتقاد وانحرف كثير من الناس. لذلك أيها الأحبة، حاجة البشرية إلى معرفة هدي المرسلين والوقوف على أخبارهم والاقتداء بهديهم أعظم الحاجات، ضرورتهم إلى ذلك من أعظم الضرورات. حاجة الناس، حاجة البشرية إلى الاقتداء بهدي المرسلين أعظم من حاجة العين إلى النور، وحاجة الجسد إلى الطعام والشراب والماء، لأنه بمعرفة حياة المرسلين، هدي المرسلين والاقتداء بهم، حياة الإنسان الحقيقية وسعادته في دنياه وأخرى. فما أحوجنا أيها الإخوة أن نعتني عناية عظيمة بهدي المرسلين والاقتداء بهم، ومنهم خاتم النبيين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ليكون لنا قوة ويكون لنا أسوة في جميع مجالاتنا، فنهتدي بهديهم ونهتدي بهداهم لنكون من أهل السعادة والفضل والخيرية في الدنيا والآخرة، فإن السعادة متوقفة على ذلك. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.